الجافا واثر على المجموعه، فهو كان لانه الى شفنا المباراه ديال المنتخب المغربي الاخيره، فاللاعب خرج قدم ولا اصبح هو اللاعب اللي تربط بين الدفاع والهجوم، ولا هو ثاني المدرب في رقعه الملعب وتعطي واحد نفس اللاعبين. يعني اللاعب خرج بانت المكانه ديالو، وهنا اللي خلى انه حتى اللاعبين الشباب اللي بحال براده بحال احمدي ما خصهم واحد اللاعب اللي يكون عنده تجربه وعنده كقائد وسط بالفعل الميدان اللي عطاهم اضافه. نعم، خصوصا كنعرفوا يعني القيمه، يعني وسط الميدان يعني اللاعب اللي كيكون عنده الربط فبامكانه انه يخلي هناك توازن على مستوى الخطوط. بالفعل، فتنظن انه